بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته في هذا اليوم الأليم والمصاب الجلل بذكرى استشهاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام المتقين، إمام الإنسانية، يعسوب الدين، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي، لا يفترق حتى يرد علي الحوض. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع القرآن والقرآن مع علي. هذه الأمة تتوق حباً لعلي عليه السلام، ذاك الإنسان العظيم الذي قال في الإنسانية: أما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. من صحن السيدة فاطمة من داخل مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية الشريفة سماحة السيد عز الدين الحكيم. أهلا ومرحبا بكم وعظم الله لكم الأجر. أحسنتم، عظم الله أجوركم وأجور جميع المؤمنين، عظم أجور علمائنا، مراجعنا، لأئمتنا سلام الله عليهم بذكرى بهذه الذكرى الأليمة. سيدنا، من أينما نبتدي بعلي نبتدي بعلي، فهو هذا الاسم الكريم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفس النبي كما هو موصوف في القرآن الكريم. نبتدي بعلي الإنسان، كان ينظر للإنسان بإنسانيته: فأما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. نعم، علي بن أبي طالب، إذا أردنا نتحدث عنه بالبداية، علي بن أبي طالب هو مثال الإنسان المخلص، مثال الإنسان المؤمن، مثال الإنسان الذي عمل على أن يجسد القرآن الكريم في شخصيته، عمل على أن يجسد الإسلام، دعوة النبي صلى الله عليه وآله، أن يحتذي حذو النبي صلى الله عليه وآله في كل توجيهاته، في كل أخلاقه، سلوكه. هذا الكلام المعروف يعني الذي كان يردده، أنه كان يغذيني كل يوم من علمه وكنت أتبعه اتباع الفصيلة إثر أمي. هذه الشخصية المميزة، يعني الجانب المميز في شخصية الإمام أمير المؤمنين، هو البعد الإيماني والإخلاص في قضية الإسلام، فيما آمن به في هذه الدعوة الشريفة. وبطبيعة الحال هاي الدعوة أصلاً هي هدفها الرئيسي خدمة الإنسان وتقديم الإنسان من حيث إنسانيته، لا من حيث الحيوانية، لا من حيث البعد الحيواني فيه، إنما من حيث القيم والأخلاق والتعاليم الصحيحة، تعاليم الأنبياء، تعاليم السماء، التي الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليتمثلها، ليعيشها، ليؤدي هذه المسؤولية، هذه الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال، فأبين حملها الإنسان وحملها الإنسان. الإيمان والإسلام والدعوة النبي صلى الله عليه وآله ودعوة كل الأنبياء إنما جاءت تركز على هذا البعد. ومن الطبيعي أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يكون مخلص لدعوة النبي صلى الله عليه وآله ومتفاني في تحمل هذه المسؤولية، من الطبيعي أن تتجلى أبهى صور الإنسانية وأروع أمثلتها في شخصيته المقدسة. الإمام علي عليه السلام مرة نجده هو الضحاك إذا اشتد الضراب، وهو البكاء في المحراب ليلا هو الضحاك إذا اشتد الضراب. مرة أخرى نجد له مثالا كبيرا في عملية التكافل الاجتماعي، الشجاعة هو مثال في الشجاعة يحتذى به. خلينا نبتدئ، يعني هناك دلائل قرآنية كريمة قد أشارت سواء بالنص أو سواء بالتلميح لعلي عليه السلام، كيف نجد الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم؟ نجد الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم، ممكن أن يعني في البحث والمراجعة للآيات التي وردت في شأن أمير المؤمنين سلام الله عليه، ممكن أن نجد بعدين، جانبين في يعني تتعلق بشخصية الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الأول شخصيته كإنسان مؤمن، كإنسان يعني مخلص صادق. القرآن الكريم يشير: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة البيت وعمارة المسجد الحرام وعبارة المسجد الحرام كمن آمن بالله
يعطي أهمية خاصة لمن آمن بالله. وطبعا الـ يعني الـ الإشارة واضحة إلى الإمام أمير المؤمنين، وكل التفاسير تشير إلى أن الآية الكريمة تذكر الإمام علي عليه السلام بهذه الخصلة، بخصلة كونه هو الإنسان الذي آمن بالله بنص القرآن الكريم. ما كانت يا أيها الذين آمنوا إلا وكان علي أولهم. وكان علي سيدها، هذا تفسير، لكن هذا الآية كمن آمن بالله هي إشارة لشخص معين. طيب. في مشهد في واقعة معينة عندما تفاخر في الدليل الآخر وتعيها أذن واعية. وتعيها ما كانت هذه الأذن إلا أذن علي عليه السلام. فهناك بعض الآيات التي تذكر مقام الإمام أمير المؤمنين كإنسان مؤمن، كإنسان صادق مع الله سبحانه وتعالى، كإنسان مثل قصة الصدقة بالخاتم، مثل قصة التصدق على اليتيم والمسكين والسورة هل أتى سورة الإنسان، مثل كثير من القضايا التي تذكر هذا إنما الجانب. إنما يريد الله، يعني خلينا نقف عند تسلسل هذه هذا جانب. هذا نعم. جانب يعني عندما مثلا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه من الجوانب التي تذكر شخصية الإمام أمير المؤمنين كإنسان طاهر، كإنسان مقدس، كإنسان صادق مع الله، كإنسان مؤمن تمام الإخلاص وتمام الإيمان. أكو نوع من الآيات تشير إلى الإمام أمير المؤمنين باعتباره يمثل مقام الإمامة، يمثل ولي الأمر، يمثل جانب خلافة النبي صلى الله عليه وآله. الآيات التي تشير إلى ذلك مثل آية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، مثل آية الآيات التي نزلت في قضية الغدير، مثل بعض الآيات الأخرى التي تشير إلى هذا الجانب والتي تعطيه مقام الخلافة والوصية للنبي صلى الله عليه وآله. في كلتا الجانبين في كل الجانبين نجد علي بن أبي طالب شاخصا واضحا جليا علما من أعلام القرآن الكريم. طيب، اليوم عندما نأتي إلى قرب علي من النبي صلى الله عليه وسلم، الإمام علي عليه السلام كان إذا أراد أن يأخذه شيء من عطف نفسه واستذكار تلك الدموع كان يستذكرها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يبتسم بشيء معين يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان أول بيت يأتي من السفر يأتي إلى بيت فاطمة وعلي، وآخرها كان يأتي إلى يودع بيت علي، حتى تبقى تلك الصورة واضحة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا اشتهى طار قال اللهم أتني بأحب الخلق إليك، فيأتي الطارق وهو علي بن أبي طالب. كان كثيرا ما ينظر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي ليس فقط أنه ابن عمه وأخيه، إنما هو الوصي المقدس. كيف هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام؟ ما هي البشارة التي بشر بها النبي في مثل هذا اليوم وهذه الليلة؟ بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستخضب هذه من هذه إلى آخره من القصة التي يستمعها بين الحين والآخر مع حضرتك. نعم، ما ورد من كلام النبي صلى الله عليه وآله في شأن علي بن أبي طالب هو أيضا صورة من الصور الإلهية التي تعبر عن مقام الإمام أمير المؤمنين. يعني ما ورد في شأن الإمام أمير المؤمنين على لسان النبي لا يقل شأنا عما ورد عنه، بل عما ورد عليه في القرآن الكريم. يعني النبي صلى الله عليه وآله هو مصدر، يعني هو صاحب الرسالة الأول. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما يتحدث عن الإمام أمير المؤمنين، عندما يذكر الإمام أمير المؤمنين لا يذكره كما يذكر سائر الأصحاب، كما يذكر سائر الأنصار، كما يذكر الأتباع. يعني أكو كلام للنبي صلى الله عليه وآله يشيد ببعض الأصحاب، لكن لا تصل إلى المستوى الذي ذكره في حق علي بن أبي طالب. عندما يذكر علي بن أبي طالب يقول إنه مني وأنا منه، عندما يذكر علي بن أبي طالب يكون مقام نفس النبي صلى الله عليه وآله، عندما يذكر علي بن أبي طالب يعطيه الموقع المركزي في الحق، لأنه هو الحق وأن الحق حتى راية الحق كانت تسلم لعلي عليه السلام في أبيه. أنه لا، هذا الحديث علي مع الحق والحق معه والحق مع علي، اللهم أدر الحق معه، يعطي الدور المركز الرئيسي
في 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 فهم الحق والحقيقة. هكذا يعني هكذا عناوين ترد في شأن علي بن أبي طالب على لسان النبي صلى الله عليه وآله. مثل هذه الكلمات من غير الممكن أن نجدها في غير شخص علي بن أبي طالب من جميع الأصحاب والأنصار والموالين والمحبين. كل ذلك مهما النبي صلى الله عليه وآله كان حريصا على جمع كلمة الأمة وحريصا على الاحتفاء بها، إلا أنه عندما يصل الكلام عن علي بن أبي طالب تتغير اللغة ويتغير الأسلوب ويتغير العناوين والصفات، تتحول إلى عالم آخر. يعني علي عليه السلام ذاك الإمام الكريم الذي كان من أصلاب طاهرة إلى أرحام مطهرة إلى أن وصل إلى هذا البيت الكريم الطاهر، فكانت الولادة في البيت المبارك والاستشهاد في البيت المبارك. لم يعني نقرأ في التاريخ حتى من الأنبياء والمرسلين من كانت ولادته في البيت وختامه في البيت. ما الدلالة في تلك الولادة والختام أن يكون في بيت الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا كانت ولادة الإمام علي بن أبي طالب في البيت الحرام واستشهاده في البيت المقدس، فإن علي عليه السلام هو يجسد كل القداسة وكل الحرمة وكل الإيمان بالله تعالى، مهما كان سواء كان في البيت الحرام أم في خارج البيت الحرام، علي بن أبي طالب يبقى ذلك العنوان، ذلك الرمز المقدس، ذلك الشاخص الكبير الذي يهتدي بنوره المهتدون، الذي كما قال هو صلوات الله عليه: ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. خلينا نتابع معك الحوار بشخص علي عليه السلام في هذا اليوم العليم والمصاب الجلل. مشاهدين الكرام، إلا ما سعى ما زلنا نستمر بذكرى علي عليه السلام، فكونوا معنا. أرحب بمشاهدين الكرام مرة أخرى من صحن السيدة فاطمة داخل مرقد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أرحب بضيف الكريم سماحة السيد عز الدين الحكيم الأستاذ في الحوزة العلمية المباركة. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسلام. علي مع الحق والحق مع علي، هذه الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشخص علي عليه السلام. اليوم عندما نريد أن نستقي تلك الكلمات الطيبة ونحن نتكلم عن علي القائد، علي القدوة، استطاع علي سلام الله عليه أن يكون قدوة للمسلمين، كيف رسم الإمام علي عليه السلام صفات القدوة الناجحة اليوم؟ كثير من القدوات كمالك، كعمار، كأبو ذر، كسلمان، كلهم صحابة النبي، ولكنهم كانوا يقتدون بعلي عليه السلام. نعم، هو هذه المميزة الرئيسية الخصوصية التي تميز الإمام أمير المؤمنين عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هو ما ذكرناه أنه كان يجسد شخصية نفس النبي. القرآن الكريم أعطاه هذا المقام وهو يستحقها، يستحقها بإخلاصه، يستحقها بعمله، يستحقها بسلوكه، يستحقها يعني تمام الإيمان وتمام اليقين الذي كان يحمله في خدمة النبي صلى الله عليه وآله وخدمة المشروع الإلهي الذي ابتدأ به الأنبياء وختمه النبي صلى الله عليه وآله. وكان من مسؤولية الإمام أمير المؤمنين أن يجسد الإسلام مضمونا ومحتوى وليس مجرد شكل. الإمام أمير المؤمنين على موقف، هذا يعطينا صورة واضحة عن طبيعة حركة الإمام أمير المؤمنين في مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، عندما سئل في صفين، قيل له: يا أمير المؤمنين، على من نقاتلهم؟ فقال: قاتلناهم على تنزيله، واليوم نقاتلهم على تأويله. على اعتبارهم هم يرفعون القرآن، ولكن تلك القلوب والعقول خاوية لا تعلم شيء من القرآن. أحسنتم. فجاء هذا الرد، هذا البيان الدقيق والعميق، أن النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وآله لم يكن الهدف مجرد أن يؤمن الناس باسم الإسلام أو بشكل الإسلام،
كانت رسالة النبي صلى الله عليه وآله أن يتحمل المسلمون مسؤولية الإسلام مضمونا ومحتوى وعملا وسلوكا ويقينا، وهذه كانت المسؤولية الملقاة على علي بن أبي طالب في مرحلة ما بعد النبي. إذا اعتبرنا أن الإمام أمير المؤمنين هو أخ النبي ووزيره وشريكه في الأمر وأشركه في أمري، كما هي أنه هو بمنزلة هارون من موسى، من مقام هارون من موسى أنه شريك في أشركه في أمري. فالإمام أمير المؤمنين باعتباره المسؤول عن استدامة حركة النبي صلى الله عليه وآله، كانت مسؤوليته كما هو الظاهر مسؤوليته في الحفاظ على محتوى الإسلام ومضمونه وتأويله ومعانيه وقيمه الحقيقية وتجسيده العملي لذلك في مرحلة ما بعد النبي صلى الله عليه وآله. ولذلك نجد أن الإمام أمير المؤمنين قد عانى كثيراً وعمل كثيراً وتحمل الكثير من أجل تجسيد هذه الصورة، صورة الإنسان القدوة الصادق. واستطاع من خلال هذا التحمل بناء قدوات كثيرة. أحسنتم. ومن الخصوصيات المهمة في نشاط الإمام أمير المؤمنين دون غيره من الخلفاء والمسؤولين الذين تصدوا، يعني الأصحاب الذين استلموا المنصب الأول في إدارة الدولة، علي بن أبي طالب يتميز بخصوصية مهمة جدا، أنه استطاع أن يبني أمة، أن يأسس لمجموعة مؤمنة به تمام الإيمان، أن يجعل له شيعة، وبحيث كان هؤلاء الشيعة مخلصين له حتى بعد وفاته. وهذه طبعا من النوادر، أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث. كان شيعة علي بن أبي طالب بعضهم بعد استشهاد الإمام أمير المؤمنين وبعد أن استتب الأمر لمعاوية، كان معاوية يستقدم بعض هؤلاء الأشخاص المبرزين في مسيرة الإمام علي، في حركة الإمام أمير المؤمنين، كان يستدعيهم إلى الشام رجالا ونساء، على اعتبار يريد أن يغريهم، يريد أن يحرفهم ويؤثر عليهم، يريد كذا. فكان من كلماته يقول لأني لا أعجب منكم يا أهل العراق لحبكم له بعد وفاته أكثر من عجبي لنصرتكم إياه في حياتي. هذا مفهوم الفرق الكبير بين مفهوم السلطان الحاكم، السلطان الزمني، السلطان المستبد الذي لا يفكر إلا بالسلطة والنفوذ والمال والقهر، والسلطان الآخر اللي هو سلطان القلوب، هو سلطان الإيمان. ذاك الشخص الأول ممكن يكون له أتباع في حياته، ما دام أكو مصالح، أكو منافع معينة، أكو طموحات ترتبط به الناس وتعمل لخدمته ويأسسون الدولة الفاسدة، الدولة الظالمة المستبدة. لكن الإمام أمير المؤمنين أسس لشيء آخر، أسس لسلطة إيمانية حقيقية مؤمنة به حيا وميتا، وبقوا هؤلاء الثلة مستعدين للتضحية من أجله مهما كلفهم الثمن، وما توقفوا في ذلك ولا ترددوا فيه. ولليوم نجد الكثير من يريد أن يحافظ سماحة السيد على هذا التراث العظيم الذي جعله لنا اليوم الإمام علي عليه السلام. كيف اليوم الجمهور الواعي، جمهورنا سواء الأكاديمي سواء الحوزوي، أن يحافظ على التراث الذي رسمه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ هذه بعد تتبع كل شخص وقابليته، كل شخص ومستوى إيمانه ومستوى توفيقه في أن يتحمل هذه المسؤولية وأن يجسد شخصية الموالي الشيعي التابع المطيع المخلص لهذه الدعوة الشريفة، الدعوة الإلهية التي أراد الله سبحانه وتعالى، أراد من جميع البشر أن يكونوا على هذا الطريق، على طريق الإخلاص والطاعة والتقوى له. وكانت هي رسالة الأنبياء من العهد الأول وإلى العهد الأخير الموعودة بأن تبقى، أن هذا الدين يحفظ وأنه لا تنقطع هذه السلسلة، هذه الحجة القائمة والدعوة البينة لا تنقطع من أول الدنيا إلى آخرها. فإذا الإنسان يريد أن يكون في هذا الطريق، يجب أن يعمل على ترويض نفسه بشكل أو بآخر، على أن يتجلى هذا المفهوم في نفسه، على أن يعمل على أن يجلي ويوضح هذا المفهوم ويتلبس به تلبسا كاملا
بحسب ما يمكن طبعا، ولا يمكن أن نتلبس، ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه يتجسد فيه ذلك الإيمان، إيمان أهل البيت عليهم السلام، إيمان الإمام أمير المؤمنين والنبي صلى الله عليه وآله، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه يصل إلى ذلك المستوى. لكن من مسؤوليتنا أن نكون في الطريق، من مسؤوليتنا أن نحاول، من مسؤوليتنا أن نسعى. وكما قال القرآن الكريم أن ليس للإنسان إلا ما سعى، بمقدار ما يسعى الإنسان لأن يعني يتمثل هذه المعاني في نفسه، هذا هو الذي يبقى له يوم القيامة، وما عدا ذلك فكل شيء إلى فناء. قد يسعى الإنسان إلى أن يميت أخيه الإنسان، وقد يسعى الإنسان أن يحيي أخيه الإنسان. اليوم عندما نقف عند أشقى الإشقياء ابن ملجم الذي ضرب أمير المؤمنين سلام الله عليه في مثل هذا اليوم الكريم المبارك، حزن المسلمون لفقدهم لأمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسوب الدين. هنا كانت حقوق كثيرة قد أراد أن يغيبها الجانب المظلم. من تلك الحقوق العظيمة وجود علي عليه السلام بين الناس، ورحمة المهداة كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد حس الفقراء الأيتام المساكين في مثل هذه الليلة إحساس الأب. اليوم فقدهم لعلي عليه السلام كان هذا الإحساس العظيم في داخل نفوس تلك الأنفس العظيمة. كانت آخر وصية لأمير المؤمنين سلام الله عليه هي وصية عظيمة، وكل وصايا عظيمة، الله الله في الأيتام. هذا من جانب، ومن جانب آخر أعطى دلالة واضحة على حقوق إنسان وقضاء عادل، ضربة بضربة لا تمثل به، وإن كان قد هدم الدين بقتل علي عليه السلام. نعم، هو هذا المعنى الذي ذكرناه، بأن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كانت قضيته الأولى في نفسه هي قضية الإيمان بالله، قضية العدل الإلهي، قضية الالتزام بالمنهج الإلهي، بالرسالة النبوية. كانت قضيته هي هذه، في كل شيء يجير من أجلها. طيب. في شخصيته كل شيء يتحول إلى وسيلة لتحقيق هذا المعنى في نفسه هو صلى الله عليه وعلى أولاده على أبنائه أجمعين. الإمام أمير المؤمنين عاش ليحيي هذه الرسالة، ومات أيضا ليحيي هذه الرسالة، واستشهد لأجل أن يحيي هذه الرسالة. لم يتخلى عن مسؤوليته مهما اشتدت عليه الظروف، وفي أصعب حالاته، أصعب حالات العناء والتعب والإجهاد، عندما ضربه الملعون، ضربه تلك الضربة الظالمة وبتلك القسوة التي كانت يعني أودت بحياته وصلى الله عليه وآله، تلك الضربة هو صلى الله عليه وآله لم يتخلى عن مسؤوليته، لم يتخلى عن وظيفته. في تلك اللحظات الحرجة بقي يوصي أهل بيته بكل قضايا الإسلام، دعاهم إلى الالتزام بالقرآن، دعاهم إلى الالتزام بالحج، دعاهم إلى الالتزام بالعمل للآخرة، دعاهم إلى الالتزام بحفظ الحقوق، جميع أنواع الحقوق، ومن أهم تلك الحقوق التي أمر بالالتزام بها المحافظة عليها هو حق اليتيم، تعبيراً عما كان يعانيه هو صلى الله عليه وعلى ذريته وعلى أهل بيته من حرص على أن لا يكون في هذه الأمة لا تغب أفواههم. اليوم أكو رسالة واضحة لكل المؤسسات، سواء في الدولة أو مؤسسات منظمات المجتمع المدني، أن يأخذوا من هذا القول ويجعلوه منهج حياة. أحسنتم. كي يحيا اليتيم في دولة علي عليه السلام بأمن وأمان. هو ليس فقط اليتيم، إنما على أن لا يكون في هذه الأمة من يشعر بالغبن، من يشعر بالضياع، من يشعر باليتم. لا تغبوا أفواههم، لا تردوهم، لا تجعلوهم يعني محبطين في هذا المجتمع، لا يشعرون بأن المجتمع ينتمي إليهم وهم ينتمون إليه. يجب أن يكون هناك نوع من التكافل والتعاون في كل المجالات، بالخصوص في موضوع الأيتام، لأن اليتيم هو بعد له مقام خاص عند الله سبحانه وتعالى، وهو أمانة في أعناق أسرته، في أعناق الأمة، في أعناق الدولة، في أعناق المجتمع. الموضوع اليتيم موضوع خاص جدا وحساس،
والقرآن الكريم أعطى أولوية، أعطى أهمية خاصة، والإمام أمير المؤمنين جسد هذه الفكرة، جسد هذا المضمون بشكل كامل في حياته وفي الساعات الأخيرة، اللحظات الأخيرة قبل وفاته. هذه اللحظات الأخيرة حقيقة عندما يقال انهدمت والله العروة الوثقى، تهدمت والله أركان الهدى، هذا القول الصادع اليوم في نفوسنا قد جعل آلاما كثيرة يستقي منها الإنسان ألم، وإن كنا نعيش سماحة سيد بآلامنا بفقدنا لعلي عليه السلام، ولكن هذه السيرة الكبيرة، السيرة العظيمة بمنهاجها هي سلوك وعمل. لعلنا نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على نهج علي عليه السلام. كل الشكر والتقدير لسماحة السيد عز الدين الحكيم الأستاذ في الحوزة العلمية المباركة على هذه الكلمات الطيبة المباركة. شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا لكم. نسأل الله يتقبل أعمالكم ويبارك بجهودكم ونشاطاتكم. شكرا جزيلا. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عراقنا ويجعله بلدا آمنا مستقرا محبا لعلي وآل علي. شكرا لكم وإلى اللقاء.